بلدنا من أجل الثورة فنضحي والكل يفديها. سالمين أو سالم ربيع علي، أينما قرأت هذا الاسم ستجد له رنينا في وجدان اليمنيين جنوبا وشمالا، كصدى خالد خلود الذكريات الجميلة في الأعماق. ولا تخلو الذكريات الجميلة من حنين كثير ووجع أكثر بعد فقدانها. يستذكر اليمنيون الفترة الذهبية للدولة اليمنية الحديثة في السبعينيات إبان حكم الرئيس الشهيد الحمدي في الشمال والرئيس الشهيد سالمين في الجنوب، لحظات التحولات التي انطفأت وهي لا تزال في بزوغ المشاعل. سالمين الرئيس الإنسان الذي اتسمت فترة حكمه بمسلك إنساني ترك أثرا في نفوس الجماهير، خصوصا فيما يتعلق بفكرة المساواة القانونية التي لم تكن بديلا للمساواة الاجتماعية ولكنها كانت مقدمة لها. عمل من خلالها على دمج فاعل للمهمشين الذين رددوا الهتاف الشعبي الشهير: سالمين قدام قدام، سالمين لسنا أخدام. وهتفنا لما تحررنا، يا سلام على جورك في بلدنا، الله الله. تحضر الذكرى 39 لرحيله، وهو الذي كان من طلائع النضال الوطني ضد الاحتلال البريطاني لجنوب اليمن ضمن قيادات ما عرف بالجبهة القومية وحركة القوميين العرب، ليتولى بعد انتصار الثورة بسنوات منصب رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية خلال الفترة 1969 وحتى 1978. حسب متابعين، شهدت فترة حكمه تثبيت حضور الدولة المؤسسية وفق مهام ينظمها القانون دون ما استغلال للمناصب. الكل كان يخشى مخالفة القوانين، المسؤول قبل المواطن. برزت العديد من التحولات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي حدثت في جنوب اليمن خلال السنوات 90 حكمه. تلك التحولات التي يقول مراقبون أنه دفع حياته ثمنا لها من قبل أطراف داخلية وخارجية كانت ترى في سالمين خصما بينما كان لا يراها كذلك. البساطة والنزاهة وسماع أصوات الآخرين، وخصوصا تلك التي تخالفه الرأي، وتجنب استخدام العنف لتصفية الخلافات السياسية أبرز سمات الرئيس الشهيد بحسب معاصريه، وهو الذي قال لرفاق دربه قبل أن يسكت الرصاص قلبه: اليوم في صدورنا وغدا في صدوركم، فقد فتحتم بابا يصعب عليكم إغلاقه. وهتفنا لما تحررنا، يا سلام على نورك في بلدنا، الله الله.